سمعنا بعض الاقتراحات تقول من الآن أن عدد البلديات يعني كبر ويجب ربما رفع هذا السقف إلى 40,000 أو 50. لكن الإحصائيات تبين عكس ذلك. كي نشوفوا الإحصائيات نجد من أصل 1,541 بلدية في الجزائر ما يقارب 1,000 أو أكثر من بلدية لا يتجاوز عدد سكانها 20,000. إذا ربما الاتجاه هو نحو تخفيض وليس نحو رفع. إذا الإحصائيات هنا رأي موجودة ويمكن لأي منكم أن يطلع عليها.